أسرار الأسيرات، عوائل المطاردين والمهاجرين عن الوطن، الأخوة والأخوات في الله، يا شعب البحرين الأبين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. يا شعب العزة، منذ بدء الخليقة والمجتمع البشري يعيش حالة من الصراع بين الحق والباطل، بين الشر بين الخير والشر، بين المظلوم والظالم، وبين المؤمنين بالحق والمتمسكين برسالات السماء، وبين الظالمين والمستكبرين والجبابرة، حيث ألاقى هؤلاء المؤمنون وفي طليعتهم الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام، فضلا عن أتباعهم والسائرين على نهجهم، كل أنواع القتل والتعذيب والقمع والتهجير والمطاردة والسجن والحصار وقطع الأرزاق. وبالرغم منه كل هذا لم يفلح الطغاة والظلمة من القضاء على الحراك الثوري المقاوم والمناهض لإجرامهم وبطشهم وظلمهم. وما يعيش شعبنا الصامد اليوم من ظلم وقمع وسجن وحصار وغير ذلك من صنوف الإجرام والإرهاب ليس منفصلا عن هذا التاريخ، بل انه امتداد لصراع الحق مع الباطل، صراع يتطلب من المؤمنين الصبر والثبات والتحدي والعزم والإصرار والمثابرة، صراع يحسم بالإرادة الإلهية في نهاية المطاف لصالح المؤمنين. من هنا ونحن على أعتاب الذكرى الثالثة لثورتنا المباركة، منتصف في شهر فبراير المقبل، نخاطبكم يا شعب العزة، وبالرغم من كل الآلام والجراح والمعاناة والتضحيات، نخاطبكم بروح الثائرين وبصلابة المقاومين، نخاطبكم بقلوب عامرة بالأمل وبنور الشهداء والصديقين، ونعلم بأننا نجدد العزم والقرار بالاستمرار في طريق الثورة ضد الدكتاتور حمد حتى إسقاط عرشه المتهاوي وطرد المحتل السعودي، وحتى ينال شعبنا حقه الثابت والمشروع في تقرير مصيره واختياره نظامه السياسي الذي يلبي طموحاته وتطلعاته. ختاما، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأهالي هذه البلدة المستضيفة لفعالية ساعة العزة، ساعة العد التنازلي، وننوه إن ساعة العزة ستواصل تنقلها بين مدن البحرين وبلداتها حتى يحين موعد عصيان العزة منتصف شهر فبراير الثورة، مؤكدين من خلالها على الاستعداد والتعبئة والتهيئة لخوض الاستحقاق التاريخي في الذكرى السنوية الثالثة لثورتنا المجيدة ضد الظلم والاستبداد. فكونوا يا أبناء شعبنا الصابر المضحي على أهبة الاستعداد، واشحذوا الهمم لخوض هذا الاستحقاق والتحدي بكل عزم وإرادة وبمعنويات عالية، فلن يوقفكم الإرهاب الخليفي السعودي فيما مضى، ولم يوقفكم اليوم، ولن يوقفكم في الأيام القادمة، ولنا معكم لقاء تعبوي آخر يا شعب العزة في بلدة أخرى من بلدات بحرين العزة والكرامة، نعلن فيها عن اقتراب ساعة العزة أكثر وأكثر من موعدها التاريخي، ومن نصر الله من عند الله العزيز الجبار. اللهم ارحم شهدائنا الأبرار، وثبت لهم ولنا قدم الصدق عندك يا كريم. ائتلاف شباب
ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر فبراير، الخميس السادس عشر يناير، كانون الثاني 2014، البحرين المحتل.